لو عندنا خادمة في البيت وقالت أبي أسلم، شلون نتعامل مع الموضوع هذا؟ البعض يقول يلا يلا على المكتب، ولا خلنا ندق على الشيخ، خلنا ندق على المكتب، والبعض يقول لا خلنا نشوف، لا تأكدي أجيب لك كتيب تقرين، حنا يمكن يشكل علينا الموضوع، لكن هالمرة بما أن الشيخ نوح موجود فخلونا نسأل عن هالموقف بالتحديد. تفضل يا شيخ نوح. لا شك أن إذا بادر الشخص بطلب الإسلام أن لا نتردد، هذا أول شيء. وقدوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما أتى للغلام اليهودي وأخذ يلح عليه بقبول الإسلام حتى قبل وتهللت أسارير وجهه، لم يقل والله انتظر حتى يقتنع، ما في هنا، الرجل بدر يريد الإسلام ولم يبادر إلا لأسباب رآها أمامه، إما سماع الأذان أو سماع القرآن أو معاملة أهل البيت الجيدة والجميلة له، فلماذا أردده؟ لماذا أنتظر حتى يكون عنده القناعة الكاملة؟ ما في أحد سيكون عنده القناعة الكاملة 100% مهما تكون الأسباب. خلوا يتشهد، خلوا يدخل في الدين، وهذا الذي يفعله النبي وأصحابه، اللهم صل، يدعونهم للإسلام ثم يعلمونهم الله ويربونهم حتى يخرج. فأقول لكل رب أسرة أو ربة أسرة أو صاحب عمل أو زميل، إذا عرض عليك أحدا فبادر، وإن لم يعرض عليك فلتبادر أنت بعرض الإسلام عليه، إن كنت تجيد اللغة فبادر، ما تجيد اللغة الحمد لله جمعيات الدعوة في المملكة فيها أكثر من 400 جمعية ما شاء الله، فيها كتيبات بلغات مختلفة وفيها دعات وهناك أرقام الحمد لله بفضل الله عز وجل وبفضل ثم بفضل برنامج حمر النعم بدأت تنتشر أرقام الدعاة في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، يا رب لك الحمد. فأصبح الناس سهل أنك مجرد تكتب في النت رقم داعية بلغة معينة تجد كل الأرقام موجودة عندك تتواصل معه وتخليه يكلمه عن الإسلام. بعض الناس يقول للشيخ بعد ما تدعوه تقول له خلاص جاهز أو جاهز العامل اللي عندك أو صديقك نطق الشهادة، قال لا لا تستعجل عليه، اصبر خليه يقتنع. فهذه قضية خطيرة يا شيخ، وقضية من الخطورة بمكان. أنا أقول تخيل يا شيخ لو أنه قال لها أو قال له انتظر البكرة أو بعدها حتى تقتنع، ثم توفي في تلك الليلة وتوفيت، وش بيكون عليه من الإثم والذنب يا شيخ؟ صحيح، هذه قضية خطيرة. أذكر لك قصة لأنك تريد القصص يا شيخ، حدثت معي وكثير القصص في مثل المجال، لكن أذكر قصة يعني لا تزال عالقة في ذهني لجمال القصة حقيقة والأثرها. قصة طويلة، عموما أنه رجل مسلم وكانت زوجته غير مسلمة، هو عربي وهي ليست عربية، امرأة مثقفة عالية الثقافة تتكلم أكثر من 4 لغات، من عائلة كاثوليكية متدينة. فمهم دعاني البيت ورحت وجلست، فشرحت له وانتهينا، قالت إن زوجي يقول يعني تحتاجين وقت حتى تسلمين وتقتنعين أكثر وتفهمين، وش رأيك؟ سألتني، قلت أما وقد سألتيني هنا أمانة الجواب، فأقول أخطأ وكان سيبو بإثمك لو دومتي. هو تفاجأ كيف؟ قلت سأسألك سؤال، وهي شبه حقيقة عند كثير من الأخوة والأخوات، يقول خله يتعلم وبعدين يسلم. فأنا دائما أضرب له مثال، أقول نحن هل نذهب إلى المدارس لكي نتعلم أو نتعلم وبعدين نروح المدرسة يا شيخ؟ أنت شو رأيك؟ هل نتعلم في بيوتنا أول وبعدين نروح ندرس، ولا ندرس عشان نتعلم؟ ندرس. فقلت له لن يتعلم ولن يفهم حتى ينطق الشهادة ويدخل الإيمان في قلبه. تبدأ هنا قضية الممارسة في الصلاة، في العبادات، في الصيام، في الحج وغيرها. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.